صالح، نذهب لقصة وهي في الأردن اختصارا لبروتوكولات المعاملات والملفات الطبية الورقية التي تثقل من وجع المريض أثناء دخوله المشفى لإكمال علاجه. دخل قطاع الصحة في الأردن نطاق التكنولوجيا الحاسوبية الإلكترونية، ذلك فيما يخص تعميم ملفات المرضى على كل المشفيات وحفظ كل سيرتهم المرضية في برنامج يحفظ كل هذا على الحاسوب دون عناء تقديم الحالة المرضية. حال دخول المريض لهذا المستشفى أو لغيره تعمم ملفاته الطبية وحالته المرضية على كل المستشفيات، فلا داعي لإجراء المزيد من الفحوصات والعناء من جديد. اسم المريض ومرضه وحتى أدويته، ما يلزم منها وما لا يلزم، حفظت في برنامج جديد يعرف باسم حكيم. برنامج اجتث البروتوكولات الورقية المرهقة عن كاهل العم أبو سمير وآلاف المرضى غيره، فلا داعي لحمل فحوصات وتقارير طبية تشرح حالته المرضية لكل طبيب، فكل هذا محفوظ في سيرته المرضية ضمن برنامج حكيم. دخول فوري عند الطبيب المختص وبكبسة زر دون أن يضيع الوقت بالمراجعات. وضع أبو سمير من اسمه وحتى آخر دواء تعاطاه في الحفظ والصون الإلكتروني. حاليا بعد ما ارتحنا يعني من عملية الملف الورقي، صار الدكتور حتى يعني يبذل جهد أكثر بالنواحي الفنية والطبية، يعني بدل ما كان يلف ودور على أوراق وحاجات زي هيك، فعلى طول يعني يشوف شو ناقص المريض يعطيه عناية أكثر. الاشي برضو اللي ارتحنا منه أكثر شيء عملية إجراء التحاليل المخبرية، تعمل التحليل المختبر تاع اليوم يقول لك ارجع بكرة خذ النتيجة. هسه صارت النتيجة تمشي على الجهاز الكمبيوتر على البرنامج حكيم للدكتور مباشرة. أول شيء الملفات بتضيعش. ما في قول للمريض أنا آسف مش ملاقي ملفك، فحوصات السابقة مش موجودة، مش واضحة، مش مبينة، كله موجود قدامك. الأشعة، الصور، عندك الصورة نفسها وعندك تقريرها كمان وموجودين عندك، فيش داعي تدور عليهم. فهذا اختصار شديد للوقت. نفس الوقت أنت لما تطلب فحص تطلبه مباشرة، مش فيش داعي تعبي أوراق وتوقع وتختم، وهذا كله إلكتروني، فبيختصر من وقتك كثير. السيرة المرضية والملفات الطبية كلها جمعت وحفظت في برامج إلكترونية طوت جهد البحث عن مخزون المعلومات الورقية الخاصة بالمريض، ناهيك عن أهمية برنامج حكيم في اختصاره للوقت الذي قد يهدر من صحة المريض وهو يلف بأوراقه والوقت الذي يضيع بالمقابل على الأطباء، ذلك غير التكاليف المادية التي تدفع من جيوب المرضى والمستشفيات في تكرار الفحوصات وتشتت المعلومات. المستشفى فتوفر له قاعدة بيانات صحيحة ودقيقة من خلالها يستطيع أن يحدد مواقع الصرف وكذلك كميات الصرف من الأدوية والأشياء التي تلزم للمستشفى. أما بخصوص الطبيب، حقيقة بالنسبة إن توفر له قاعدة بيانات إحصائية باستطاعته إنه يراجع المعلومة الطبية بشكل جيد ويشجع على عمليات البحث العلمي بشكل ممتاز ودقيق. ولأول مرة وعلى صعيد قطري وتعميم شمل المستشفيات الخاصة والعامة، انتشر برنامج حكيم في الأردن، خطوة تعد الأولى من نوعها على المستوى العالمي. من أهم فوائد البرنامج لما يطبق بشكل شامل أنه راح يكون في منظومة موحدة على مستوى المملكة بتتيح لأي مستشفى أو مركز صحي الحصول على معلومة المريض وتاريخه الطبي. طبعا هاي لها فوائد كبيرة لما تتوحد المنظومة وتبادل المعلومات يكون على مستوى وطني. بالإمكان الاستفادة من هاي التجربة وتعميمها وللوصول إلى ملف موحد على مستوى المنطقة، وإخواننا اللي في الخليج وفي الدول العربية بإمكانهم لما يزور الأردن أو يكون هو في بلده متابعة حالته من خلال استخدام النظام لتقديم أفضل متابعة بناء على معلومات دقيقة. 7 سنوات من التخزين لملفات المرضى ومن ثم إتلافها وعناء تخزينها من جديد، وحبر على ورق فيه حياة المرضى تقيد، كل هذا أنهاه برنامج حكيم، برنامج يعد ثورة جديدة في عالم القطاعات الصحية المرضية. لبرنامج MBC في أسبوع ماذا العضايلة عمان.